الآن حبايبي وأصدقائي، بدينا لكم بالحلقة الثانية من برلين من متحف الطيارات والسفن والبايسكلات وكل شيء حديث بألمانيا برلين. خليكم ويانا. هاي البايسكلات حقيقة بدون مزح أول بايسكلات بالعالم، يعني أعتقد هذاك الشبير شام، هذا من خشب وهذا البايسكل من حديد. هذا أول مطار، يعني شنو علماً عايد لو شلون مكتوب شنو؟ تعال اسمه تاج اون ماخت، كان بمحطة انهال تبانهوف. لا مكتوب هذا انه بالليل يرمس عن النوم والراحة. هذا احمد صديقي راح يحكي لكم على هاي التماثيل. هذا شنو التمثال؟ هذا انه يمثل بالنهار الشغل، ان الناس لازم بالنهار تطلع تبحث تطلع راسها يعني يبحث ايده، فانه يطلع لك انه ايدك مرفوعة انه يبحث. وهذا هنا منزلة ايدها وراسها من وقت الليل. لحظة لا تروح هناك، خل نشوف هاي الجهة كلها بعدين رح نروح. اي بعد شنو؟ يعني الغطارات، هاي الغطارات وينك احلى منها؟ الغطارات يما هاي هنا كان اليهود يحرقون هاي المحرقة مالهم. تدري بيهن؟ اكو بيهن مال الحرق والله. هاي هناك يقول لك الملوك كانوا يقعدون، هاي مال الحرق. شوف هذا ابو شكرية قاعد وام شكرية. بس شنو هذا احدث من هسه القطار؟ حلو اخذ لك صورة. تهم قلت لي كنتاكي شغلتك هاي حلوة مع الكنتاكي عجبتني. تخاف شايفتني دا صور فيديو قمت تنبه هاي كيف بسي هذا دورة بحياتك انت ما شايفه. قال كيف سي يفضى شواربة من هذا البحث الزين. شوف هذا ورب حبك شنو شيني هاي شيني هذا طبعا القسم مع القطارات، قسم القطارات وصلنا له. قطارات ضخمة جدا 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 طبعا، بها القطارات اللي قبل يعني بوقت هتلر. هاي القطارات موجودة هاي هنا ماكينة. اكو غيرها هواي. كانت بين الاعلان مال السفر بيش فلوس هي كانت. يعني شاوي شنو مو بس ألمانيا، هاي العالم كله قطارات هنا أظن كانت، بس أظن كلها مال الملوك. هسه تجيك هناك مال اليهود يحرقون خطية. يلا حتى ما تقولون بعد نيجي لهذا المتحف بألمانيا مال القطارات، أنا صار لكم ياه كله حتى تشوفون.
لحظة روح اجي وراك، روح واجي وراك عادي. تعال خلينا نشوف هذا مال الملوك، ما تبي تشوفه؟ قطار هذا مال الملوك، هذا مال هذا الملك فيلهم، كايزر فيلهم لك هذا. اوه تعرفه؟ درست بي قيصر فيلهم. هذا القطار مع القيصر فيلهم. ايه مكتوب قيصر فيلهم هذا. هاي كل الغرفة مالته. هاي شوف السقف في الدنيا. العطر ماله. لا هاي مال تنتن. تنتا هاي الحبر مال القلم. مالته. تعال منا. امي نوره. هاي شنو؟ هاي مال الجيش. هذا البسطان مال شو اسمه هذا كنت عايشه؟ كس. اليوم ملايين فوقها كيك، لذلك طلع هيك صوت. احنا مبينين دي نفتر ونمشي من ورخش ومن ما عاجبني الوضع. راح اخذ ذني واطلع الجنط كذا. لا هاي لا هاي ما جينا تعال بابا. ما جينا. في الاوراق الاطفال يجي طلع حتى بالله. بابا وجون الواحد ضاد. اقعد. قول عجوز امشي غير افرك اليوم فار امشي بالاخر كنتاكي وبقلاوه. اخليك تكره الزون تاك بحياتك لما تطلع. هو اسمه منزيم. شوف هاي شر حلوة. هاي المحطة القديمة يمكن هيك كانت. حتى الكمبيوترات حاطين فيها. اوه تعال شوف شكو هنا. تريد نروح البيت؟ تعال خل نروح. اوه القطار حاطين فيها راح نروح بيه. تعال انت حبيت لو دخلت. اي بس بدنا نشوف عادي. هذا الوبان طبعا مال برلين. حاطيه هنا. هذا هو حقيقي والله. هذا قبل هي الشام. تعال منها تقدر تصعد. هذا هو حقيقي. ايش ناي بس هذا جيب ونستخدمه. ليش هيك حاطيه؟ يلا نطلع من المفتاح. خلاص صح. لا هاي مرة ثانية او الثالثة. القاه والله. تعال تعال منها. تعال احمد.
أنا سويت لي حلقتين من هاي الزينات. إيه هذا عندك بس تسوي. أنا ما جاي بس. أتنوع. ويستم. давай стой спокойно. شوف هاي الجاي ناس من كل دول العالم. أنت ما عاجبك؟ برلين بس قلنا شغلة بلاش. بس البرلين بلاش أظن مو. كل الناس. ما شفت حتى ما دفع. هذول ماسكين بالصور يعني معقولة. مرحبا يبوني هنا الحلقة الثانية والمعرض كلش حلو عجبنا ولذلك احنا نسوان طالعين وبوساتي لكم حبايب.